السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: استمرار التصفيات الجسدية والجثث مجهولة الهوية، لؤي فاضل أنموذجا. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، منذ مجيء أحزاب السلطة للعراق مع المحتل الأمريكي، انتشرت الفوضى الأمنية بشكل حول العراق إلى غابة يعيث فيها الخارجون عن القانون فسادا وإجراما، فلم يسلم منهم لا عالم ولا رجل دين ولا مثقف ولا صحفي، بل طالت يدهم جميع فئات المجتمع العراقي بفضل الغطاء الحكومي الذي وفرته لهم حكومات ما بعد الاحتلال. وأصبح القتل علنيا وعلى الهوية وأمام أنظار الأجهزة الأمنية الحكومية في أحيان كثيرة. ورغم الدعايات والتصريحات التي أطلقها ويطلقها زعماء الأحزاب في العراق بشأن الحرية والديمقراطية التي يعيشها العراق، إلا أن الواقع المر الذي يعيشه العراقيون وإرهاب الميليشيات وفرق الموت المستمر يفند كل تلك الادعاءات بشأن الأمان والحرية. ولعل آخر الأمثلة التي تؤكد أن العراق فاقد للأمان ولا تزال تنتشر فيه الجرائم هو حادث وفاة المخرج السينمائي العراقي لؤي فاضل، الذي توفي في ظروف غامضة بعد أن فقد لمدة 6 أيام ليتم العثور عليه فيما بعد غارقا في نهر دجلة، مما يقود إلى التساؤل بشأن أسباب وفاته بهذه الطريقة، وهل يخلو الأمر من وجود شخص أو جماعة تقف خلف موته بهذا الشكل؟ وإلى متى يستمر وسيستمر مسلسل التصفيات الجسدية والجثث مجهولة الهوية في العراق؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا بإمكان حضراتكم المشاركة معنا للإجابة عليها. دعونا الآن نتابع التقرير الآتي للحظات توديع المخرج لؤي فاضل إلى مثواه الأخير، لنشاهد. بوجوه ترتدي وشاح الحزن وقلوب يحفزها الوجع، أقيمت مراسم تشييع جثمان المخرج السينمائي لؤي فاضل في بغداد في مقر نقابة الفنانين العراقيين. المخرج الشاب الذي غيبه الموت عن عمر ناهز 40 عاما بعد اختفائه لنحو أسبوع، عثر لاحقا على جثته في نهر دجلة في بغداد، وهو ما يرجح فرضية القتل، ليشكل رحيله حالة من الحزن الكبير التي خيمت على ذويه والأوساط العراقية لا سيما الفنية. للأسف أنه اليوم رحل لؤي، للأسف، فنان شاب يافع متطلع مبدع، خسرناه بصراحة، جدا خسرناه، وشيعناه إلى مثواه الأخير، وما أقدر أقول إلا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لا نفهم ما الذي حصل، لأنه لؤي إنسان وطني عراقي يحب العراق، ليس له اختلاف مع أي جهة سياسية تماما، وليس له اختلاف مع أي جهة أخرى، ليس له اختلاف مع أناس آخرين، رجل مسالم يحب الناس وحيوي ويحب الحياة ويحب الفن ويحب السينما ويحب المسرح ويساهم حتى معنا. وبينما تمنع العبرات البعض من الحديث، يستجمع آخرون قواهم من أجل المطالبة بكشف الحقيقة الخفية وراء موت المخرج الحائز على جوائز محلية ودولية. احنا نطالب بين لؤي فاضل، ليش وصل هاي المرحلة وليش فقدناه ولقيناه بالمي؟ نريد حقه بس، أكثر ولا أقل. هو بعد راح، ما عندي غير كلام، بس الله يعين أهله والله يعين الوسط الفني، ومثل ما قلنا إنسان طيب. لؤي فاضل ربما طالته آلة القتل لأنه لم يكن يعزف على أوتار الدمار في بلد لا تستثني أيادي الغدر فيه، أي إنسان وإن كان فنانا. تابعتم مشاهدينا الكرام هذا التقرير،
يعني الآن نستمع أو نستقبل آرائكم ومشاركاتكم معنا مشاهدينا للإجابة على التساؤلات التي تتعلق بالوضع الأمني في العراق، ولماذا لا يزال المواطن العراقي يعيش في هذه الفوضى ويعيش في هذه الغابة؟ لماذا لا يزال يشهد في كل يوم جثة جديدة تطفو على السطح، سواء في النهر، في مكبات النفايات، في أماكن مجهولة، جثث لأشخاص منهم من هو معلوم ومنهم من هو فاقد للهوية، مجهول الهوية؟ لماذا تستمر فرق الموت والاغتيالات تنتشر في العراق؟ ماذا عن الوعود بسحب السلاح من الميليشيات؟ ماذا عن الوعود بمحاربة فرق الموت والاغتيالات؟ ماذا عن التصريحات التي تتعلق باستتباب الوضع الأمني في العراق؟ هذه الأسئلة حقيقة يطرحها الشارع العراقي كل يوم لهذه السلطة الحاكمة، لكن لا يوجد مجيب حقيقي عن تلك التساؤلات التي تطرح، ولا يوجد من هو يتخذ قرارا حقيقيا وجادا في محاربة هذه الميليشيات وفرق الموت المنتشرة ومحاربة السلاح المنفلت خارج إطار القانون. معنا الآن السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام. مرحب بكم بقناتكم الكريمة. طبعا هذا المسلسل هذا قديم من 2003. نعم. من 2003 ولحد الآن. فتذكر احنا جيش المهدي اللي كان يسوي فرق الموت ومنظمة بدر وحزب الدعوة والسيطرات الوهمية وخطف الناس الأبرياء واقتيادهم إلى خلف السدة وجثث المجهولة، هو نفس السيناريو، يعني صار لهم 20 سنة على نفس الوضع. لكن احنا نسأل القائمين على الدولة مثل الأجهزة الأمنية والدفاع والداخلية السيطرات الموجودة، يعني دولي مو مسؤولين عن أي خطف يصير، وهذا الخاطفين يمرون بالطريق الخاص مال السيطرة. إذا دولي سلطتهم أعلى من سلطة الجيش والداخلية في سبيل، ما حد يقدر يحاسبهم الخاطفين. ليش؟ لأن تابعين إلى رئاسة الوزراء من خلال شايلين باجات مال الحشد وأمن الحشد، وهم الميليشيات نفسهم، حزب الدعوة ومنظمة بدر وحزب الله وسرايا السلام وغيرها والعصائب، هم دول اللي يقومون بالتضحيات كلها، سواء ثورة تشرين وناشطين ثورة تشرين أو المخرج أخير جثة صارت إله. يعني من يخرج وزير الدفاع ووزير الداخلية ويقولون احنا مسيطرين سيطرة تامة على الملف الأمني في بغداد، هذا اكتوبة. يعني المفروض الجنات يتم متابعتهم والأمن الوطني ومتابعة التليفونات ومعلومات دقيقة استخباراتية في سبيل وين صارت هاي الحادثة. ما فائدة كاميرات المراقبة المنتشرة في كل مكان في شوارع بغداد ومحافظات؟ يعني هي مو بس كاميرات، النوب السيطرات وأمراء القواطع، عمر السرية اللي مستلم القاطع وعمر الفوج وعمر اللواء والقائد العام للقوات المسلحة وقائد العمليات المشتركة في بغداد، المفروض ذول كلهم يحاسبون ويشكل مجلس تحقيقي مين الخطف، وين لقوا الجثة، شلون طبت هاي الجثة. يعني 6 أيام وذو الراحل المخرج لؤي فاضل طالبوا وناشدوا الجهات الأمنية، طالبوا وناشدوا الحكومة بالتدخل العاجل من أجل معرفة مصير لؤي، لكن هذه الحكومة يبدو أنها ليست جادة في موضوع ملاحقة المجرمين الخاطفين، محاسبة أو معاقبة فرق الموت وحملة السلاح الموجودين في العراق. يعني 180 مليار دولار، أكثر من 180 مليار دولار لغاية عام 2019 أنفقت على التسليح والتجهيز العسكري. هذه المعدات وهذا التدريب وهذه الدول التي تساهم بالتطوير القطاع، بتطوير جهاز الاستخبارات وتدريب هذه العناصر، لماذا لا يوجد انعكاس على كل هذا التسليح وعلى كل هذا التدريب على أرض الواقع في السيطرة على الوضع الأمني في العراق؟ شنو دورهم لعد؟ أستاذ محمد، إذا الأجهزة الأمنية لعدنا وزارة الدفاع والداخلية هي مخترقة من قبل هاي الميليشيات، مخترقة، والدليل إن ما يقدر يحاسبون ولا يقدر يلقون على الجاني نهائيا، لأن سلطة المجرم أعلى من سلطة الدفاع والداخلية. شلون يلقون القبض أو يقومون بالتصريحات للموقف الأمني من خلال هاي الجرائم الجاي يصير؟ ما يقدر يقدمون أي شيء، لأن يعرفون إن اللي وراء الجريمة هو تابعين إلى هيئة الحشد. يعني خرج لنا وزير الدفاع قال الوضع الأمني وتم القضاء على داعش بالكامل. سابقا كانوا يرمون على منظمة الإرهابية الداعشية، يرمون عليها الجرائم كلها اللي تصير والخروقات الأمنية. الآن ما يقدر يذبوها عليها. ليش؟ لأن
هم بنفسهم تم التحرير وتم القضاء على داعش، وخرج وزير الدفاع يقول شبر واحد ما يقدر يسيطر عليه داعش بالعراق كله. إذن هاي الخروقات الجاي يصير أيضا مجاميع رهابية هي تابعة للدولة وأعلى سلطة بالدولة، والدليل أن الأجهزة الأمنية وقفت عاجزة عن اتهام أي جهة، لكن الشارع العراقي والمجتمع وأهل الجنات يعني أهل الناس الضحايا يعرفون علم اليقين أن اللي خطفهم هم تابع إلى ميليشيات الحشد. نعم. يعني سيد ما صباح. بأي مجال. أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. نستمع مشاهدينا الكرام للسيد أبو أحمد من بريطانيا. تفضل يا أبو أحمد، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد، الله محييك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، أولا الانفلات بالسلاح، وجود السلاح بشكل غير معقول بأيدي الميليشيات، وتعدد القرار الأمني بالعراق هو السبب في سوء الوضع الأمني في العراق. يعني أنت الآن لا يوجد دور لا لوزارة الداخلية ولا لوزارة الدفاع ولا للأمن. إذا تدخل أي شخص من الميليشيات اللي موجودة اللي هي صاحبة القرار الأعلى، يعني فلذلك مستحيل يصير أمن وأمان بالبلد. ثانيا حرية وديمقراطية، ترى ماكو هاي شعارات كاذبة، يعني الديمقراطية والحرية وين موجودة بانعدام الأمن؟ يعني هسه أنت تقدر أي إنسان يقدر بالعراق يعبر عن رأيه معارض إلى الحكومة رأسا إذا ارتبوا له أربع أرهاب وذبوا جوا، والله يرحم له أي فاضل، أي فاضل بالتأكيد شو إشخارج إشحاشي. فتم تصفيته من أحد هذه الميليشيات اللي موجودة اللي يجب القضاء عليها، لأن دورها انتهى. كان دورها على أساس أنه تشكلت لمحاربة داعش، وباعتراف وزارة الدفاع لا توجد داعش الآن، فلماذا يوجد هذه الميليشيات؟ يعني أبو أحمد، إلى متى يستمر المواطن العراقي بدفع ضريبة الكلمة بالدم؟ يعني اليوم اللي يعترض أو اللي ينتقد أو اللي يشخص حالة، إن كان عن طريق عمل فني أو إن كان عن طريق يعني بوست في منشور في مواقع التواصل الاجتماعي، ليش ضريبتها دم؟ ليش اليوم ماكو لغة حوار؟ مو يقولون احنا بلد ديمقراطي وجئناكم بالحرية وحرية الرأي والتعبير اللي يكفلها الدستور اللي هم صادقوا عليه؟ ليش ماكو احترام للرأي؟ أستاذ محمد العزيز، ما دام موجودين ذولا استمرار هذا المسلسل. وأما عن موضوع الحرية والديمقراطية فهذه كذبة كبرى لا حد يصدقها، والدليل هسه أي واحد يقدر ينتقد تاب بفيسبوك ولا يجيبوه، والدليل يعني أي شخص ينتقد مثلا سيد مقتدى يطلعوا لك يا من جوا القاع يجيبوه ويصوروه يضربوه حتى يكون عبرة لغيره، وكذلك الخزعلي وكذلك غيره وغيره. فلذلك ما دام هؤلاء موجودين لا توجد لا حرية ولا طيب عندي سؤال أبو أحمد، يعني عزيزي. هل تعتقد بأنه قضية لؤي فاضل يعني تخلو من وجود شخص أو جهة ربما تقف خلف موته؟ أكيد لا، أكيد هي الجهات اللي ذكرتك يا راني، الجهات اللي لها اليد العليا في العراق. لا مو لاجئ، لا شرطة، لا وزارة الداخلية ولا وزارة الخارجية ولا وزارة الدفاع قصدي، هي ذول اللي هم السلطة العليا في العراق، هم ذول السبب. سيد محمد العزيز، نعم، وتحياتي لك. شكرا جزيلا سيد أبو أحمد من بريطانيا. معنا السيد أحمد من ألمانيا، تفضل يا أحمد. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أخي الكريم الله يرحمه ويحسن الأستاذ لؤي، لا هو الأول ولا هو الأخير، بس أنا متحير بأنه قبل أسبوع تقريبا أو قبل يومين ثلاث أيام طلع أحد المسؤولين يقول إحنا بالعراق نفتخر أنه ما عندنا سجل رأي ولا عندنا تكميم للأفواه. أنا أقول لك أنا عراقي وجنسيتي كندية مقيمة بألمانيا، وهنا أتعرض لتهديدات وابتزاز، ودائما الشرطة الألمانية دي يقولوا لي دير بالك، فإرهاب هذه المجموعات المسلحة منتشر حتى في أوروبا. فمثل ما المن يريد يقنع هذا المسؤول سيد أحمد أنه ماكو سجناء رأي بالعراق؟ هذا يريد يخلي الناس تضحك عليه بس، يعني ما أعرف، يغطون عين الشمس بالمخل. لا والله حتى المخل يعني بس إطار الظهر بدون مخل، يعني من يصدق أنه في العراق لا يوجد سجل رأي؟ صحيح هو لا صدق في هذه، ولكن هو ماكو سجل رأي لأن يقتلوه، واستاذ لؤي احد الاحد الاحد الادله على ذلك. طيب سؤال يعني سيد احمد، هناك من يقول في العراق وربما يستمع او يشاهد الان ما نتحدث عنه، يقول بانه انتم تبالغون بقضيه طرحكم موضوع انه لا يوجد امن او امان في العراق، بغداد مستقره، ما نشوف الميليشيات بالشوارع. هذه اراء تاتي من داخل العراق، وانا سمعتها وتحدثت مع اشخاص
مقتنعون بهكذا رأي أنه الوضع بالعراق مستتب وآمن. ما هي المعايير اللي يعتمد عليها بعض العراقيين في تقييم الوضع بأنه آمن ومستقر في العراق؟ أخي يعني انعدام الحركات المسلحة الموجودة في الشارع هذا لا يعني عدم وجودها. المشكلة أنه وصل الشعب العراقي إلى مرحلة أنه يخاف من سيئة مثل ما يقولون، ولا يمكن لأحد أن يفتح فمه بكلمة ولا تسلط عليه سيف الباطل من قبل الميليشيات. والمشكلة أنه لا تعرف من سيستهدفك. هناك ميليشيات مختلفة في الشارع، هناك سلاح منفلت، هناك سلاح غير منضبط، هناك عشائر، هناك يعني مو أكو حديث لأنه في آخر الزمان لا يعرف القاتل لما قتل ولا يعرف القاتل لما قتل. فهذه مشكلة، يعني لا القاتل يعرف ليش قتل ولا المقتول يعرف ليش قتل. المشكلة الآن في العراق هذه، يعني هاي المشكلة اللي موجودة. نعم سيد أحمد، أنا أشكر حضرتك للمشاركة، كنت معنا من ألمانيا. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في برنامج منبر الرافدين نجري استطلاعات رأي بشكل مستمر في حلقاتنا. نزلنا إلى الشارع والتقينا بمواطنين عراقيين، سألناهم عن قضية لؤي فاضل وما رأيهم بحادثة وفاته، وكذلك طرحنا تساؤلات أو أسئلة بشأن الوضع الأمني عامة في العراق، ولماذا لا يزال المواطن العراقي يعاني من غياب الأمن التام عن حياته اليومية. دعونا نستمع إلى بعض الآراء ثم نعود. الموضوع غامض غريق، يومين أو ثلاثة أيام يبحثون عنه، بالتالي يلقون جثة. أنا أتمنى يعني من صميم قلبي من كل الجهات المعنية بأنه يسلطون الضوء على هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع يعني حقيقة بأكثر من علامة استفهام، ولازم أكو دليل وأكو فد موضوع. شنو هذا الغموض؟ ليش؟ فأتمنى نعرف السبب شنو. مع العلم المرحوم اللهم رحمه برحمته الواسعة، الكل تشهد لو أنا شهادتي به مجروحة، واحد من الناس، إنسان حقيقي. أسأل الله بأنه يرحمه برحمته الواسعة. كل اللي عليهم ملفات فساد واللي جاي يقتالون واللي جاي يأخذون حريتهم ويدخلون في سيطرات الحكومية، باجات حكومية، ويخطفون ويقتلون للأسف أمام أنظار القوات الأمنية، هذا عيب ومخزي. طبعا احنا نتمنى من رئيس الوزراء ان يحاسب هاي الجهات، السكوت عليها كفر، والله كفر. يسكتون على القتلة والمجرمين، ارواح العراقيين مو لعبة صارت بديهم، انه يجون بكل بساطة يخطفون ويقتلون وبوجود قوات امنية وبوجود رئيس وزراء وبوجود وزير داخلية. طبعا كفر السكوت على هاي القتلة والمجرمين. هذا النظام الذي جاء بعد السقوط نظام ميليشياوي بإرادة امريكية بصناعة إيرانية، هيمنت الهيمنة على العراق، كسب ثرواته ونهب أمواله وشعبه، يجعلوه لم يستقر. وهاي النتائج احنا اليوم نشوف، نعزي كل شهداء العراق وكل دماء العراق الذي سالت من أجل هذا البلد. سوف لن تذهب سدى، وسيأتي العقاب لاحقا عاجلا أم آجلا. وهذه مثل ما نقول سلسلة تعود عليها العراق بثوراته السابقة. اليوم نشوف احنا لؤي فاضل وباشر الوطنيين والشرفاء والانتفاضيين والمتظاهرين والناشطين، واحد تلو الآخر يسقط بسبب السلطة الميليشياوية التي تريد تلزم بزمام الأمور وتلزم بهذا البلد، بعيدا عن الاهتمام باهتمام بالشعب وإسالة واستباحة دماءه. للأسف الشديد نعزي أهل لؤي فاضل ونقول له أنه اسم لامع وسوف يمجده التاريخ، وسوف يلعن العملاء الذين جاءوا من وراء الستار وبالدهاليز شوارع أوروبا، وللأسف الذين يقتلون أبناء جلدتهم من أجل مصالح البلدان الأخرى المعروفة. وإن شاء الله الفرج قريب. طبعا بالحقيقة هو ما نقول العراق مو آمن 100%، ولكن الأمن بأمن جزئي، لأن أكو أحداث جاي تصير حقيقة. يعني إحنا مثل ما يقول نطلب من الحكومة أن تزيد من عمليات
العمليات الاستخبارية ضد الإرهابيين وضد العصابات المنفلتة. وللحقيقة ما أريد نقول أن العراق مو آمن 100%، ولكن أمانة جزي. والله حقيقة إحنا نتمنى من الحكومة، طبعا الحكومة هي تشكيلتها حديثة، نتمنى أن تحصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية فقط، وتمنع السلاح بيد أي فصيل أو أي جهة أخرى تحمل السلاح. الوسط الفني خسر قامة من قاماته، إنسان حسب ما عرفنا عنه، أنا ما أعرفه شخصيا، بس مثل ما عرفنا عنه إنسان مهذب، إنسان خلوق، إنسان طيب. وكان ذهابه أو موته أو وفاته غامض لحد الآن، ونطلب طبعا أنا كمواطن عراقي أطلب من الحكومة العراقية أن تحقق بالموضوع وتكشف ملابسات حادثة الأخ الفقيد. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى آراء بعض المواطنين العراقيين بشأن قضية وفاة لؤي فاضل، وكذلك بشأن الوضع الأمني بشكل عام في العراق. نستمع الآن إلى رأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد المحترم، وتحياتي لقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. الرحمة والخلود للؤي فاضل، والخزي والآر لأحزاب السلطة. الرحمة لشهداء العراق من 2003 ولحد الآن، والخزي والآر لأحزاب السلطة مرة ثانية يقولها أستاذ محمد. نعم. كل ما أنه بالعراق اللي حكم الأحزاب ليس أنه دولة مقابل أنه هاي سلطة الأحزاب. اليوم إحنا عدنا بالعراق من 2003 لحد الآن المواطن العراقي دا يقتل، سواء إذا كان إعلامي، سواء إذا كان دكتور، سواء إذا قاضي، سواء إذا كان يعني محامي، كل هذول الكفاءات، سواء حتى المتظاهرين ثورة تشرين اللي قاعد يقتلهم هم سلطة الأحزاب وميليشيات الأحزاب، غير هاي المنظمات الإرهابية، منظمة بدير، عمار الحكيم، تيار الصدري، كل هاي الأحزاب اللي نعرفها اللي هم بوجه هذول الناشطين. يعني مثل لؤي فاضل إنه انتقد أي جهة من سلطة هاي الأحزاب، إذا كان حزب الدعوة فحزب الدعوة هم مسؤولين عن قتله، وإذا كان أي شخص أنه ينقتل بهذه دم بارد فيجب أن يكون وزارة الداخلية لها دور. فللأسف إحنا هاي الوزارات اللي عندنا ما لها دور. أبو عمر، هو لغاية الآن لم يثبت يعني بشكل قطعي ما الأسباب التي قادت إلى وفاة لؤي فاضل وإلى موته بهذه الطريقة، أنه يفقد لمدة 6 أيام وبعدين يتم العثور عليه بنهر دجلة. لكن يبقى السؤال أنه مسلسل الجثث مجهولة الهوية أو التصفيات الجسدية لماذا لا يزال مستمر في العراق بهذا الشكل دون أي تدخل جاد وحقيقي من قبل الحكومات المتعاقبة في سبيل القضاء على هذه الظواهر اللي ترهب العراقيين واللي تثير الفوضى والرعب في نفوسهم وفي البلد بشكل عام؟ استاذ، احنا نعرف انه سلطة الاحزاب واللي هي سيطرت على المحافظات المنتفضة وسيطرت على ايضا بغداد، سواء ذا بالجنوب، سواء ذا بالبصرة، سواء ذا وسط بغداد، كل مكان لها نفوذ هاي سلطة الاحزاب والسلاح المنفلت. يعني شلون بانه اي شخص، يعني قبل فترة نعرف احد الشباب يعني ما يتجاوز عمره 18 سنة، هذا من انتقد التيار الصدري وسوى كاريكاتير ورسم. نعرف انه اخذوه تيار الصدري كيف قتلوه، اللي كان هذا الشخص طفل يعني ما يتجاوز عمره 12 سنه، قتلوه بالديوانيه، فغيره وغيره من هذول الاشخاص، انه القتل عندهم من تقتل هذا المواطن على كلمه حق او انتقاد بهاي السلطه، اي سلطه جهه، القتل ان يكون ان يخوفون غيره حتى لا يتكلم، حتى لا اي شيء يسوي. هاي سلطه القتل، سلطه الاحزاب والسلاح المنفلت، هم السلاح يعني اللي يقتلون على الشعب. فإحنا يعني إذا كانت بقت هاي سلطة الأحزاب مهما كان أنه نفوذها وقوتها على الشعب العراقي، الشعب العراقي ما راضي عليهم. طيب سؤال أبو عمر، هناك البعض من الأخوة اللي ظهروا بالاستطلاع، وحتى يعني ربما حتى بعيدا عن هذا الاستطلاع داخل العراق، يقولون على الحكومة اتخاذ الخطوات الجادة في سبيل معرفة تفاصيل حادث موت لؤي فاضل، وكذلك عليها، أحد الأخوة قال على الحكومة يجب عليها أن تشكل لجنة تحقيقية من أجل معرفة ملابسات الحادث. كم لجنة تحقيقية تشكلت أو قيل إنها تشكلت
منذ 2003 لغاية هذه اللحظة لمعرفة قضايا أو ملابسات حوادث كثيرة راح ضحيتها علماء ورجال دين ومثقفين وشخصيات وكفاءات عراقية، ولغاية الآن لا توجد نتيجة ولا يوجد يعني معرفة لدى العراقيين بمن الذي قام بقتل الفلان فلان الفلاني أو غيره، لؤي فاضل أو غيره. يعني ماكو أي خطوة جادة من الحكومة، ماكو أي حل لقضية فرق الموت المنتشرة واللي تقوم بعمليات خطف وتصفية الأشخاص جسديا. يعني مجرد قيل أنها لجنة تحقيقية، لكن أين النتائج؟ ما حد يعرف. أستاذ محمد، إحنا عندنا يعني بغداد وبالمحافظات كثير من القتلى، والكثير إنه أقامت الحكومة رئاسة الوزراء إذا كان في زمن الكاظمي وإذا كان في زمن محمد الشاع السوداني، يقولون إن سوف نجري التحقيق على ملامسات هذه القضية ومحاسبة الفاسدين أو محاسبة القتلة. لهم في دور الإعلام يعني ليس يكونون جادين، لأنه من هو أعلى من عندهم أن سلطة الأحزاب ومن نصب رئيس الوزراء إذا كان محمد الشيعة السوداني واللي قبله كلها اللي سلطة الأحزاب اللي هي تخلي تنصبها، فما يقدر أنه يقدر يحاسب القتلة. لو كان يقدر يحاسب القتلة ومن هم الفاسدين، لك محمد الشيعة السوداني من راح مستشفى الكاظمية وزاره قال يعني قال في كلام محترماتي يعني الله ليه وفقني. هذا لو كان رجل جاد ثاني يوم أو ثاني شهر اختلقت يعني المستشفيات بأنواع الأجهزة وأنواع يعني العلاج. إذن أنت تقول بأنه هذه الحكومات ليست جادة بما تقول، مجرد وعود وتصريحات إعلامية. طبعا أستاذ محمد، يعني كثير عندنا طيب. صارت من عندنا الكاظمي اللي هو نفسه ضربوا بيته وعرف ضربوا بيته ما يعني ما قدر يسوي شيء وعرفهم سلطة الأحزاب هم. شكرا أبو عمر من بغداد، أنا أشكر حضرتك. يعني مثل ما استمعتم مشاهدينا الكرام إلى السيد أبو عمر من بغداد، أنه وضرب مثال بقضية استهداف منزل مصطفى الكاظمي بالمنطقة الخضراء من قبل الميليشيات، اللي كانت هناك جهات كثيرة تحمل السلاح وقالت بأنها هي التي تقف خلف هذا الاستهداف، ومع ذلك لم يستطع أحد محاسبة حملة السلاح لغاية هذه اللحظة، إن كانوا قد تورطوا بأي قضية تتعلق بمثلا كما قلنا استهداف منزل مصطفى الكاظم اللي هو كان وقتها رئيس الوزراء أعلى سلطة تنفيذية موجودة في البلد، لكن مع هذا لم يتم اتخاذ أي إجراء حقيقي في سبيل ردع هذه الميليشيات وفي سبيل محاسبتها معاقبتها. كم حادث شهد العراق بعمليات إلقاء قبض على عناصر ميليشياوية تحمل السلاح متورطة بحمل السلاح ويتم إطلاق سراحهم فيما بعد، وقضايا كثيرة طرحت وقام القضاء بتبرئة القتلة وبتبرئة المجرمين والأمر معروف لدى العراقيين. هنا السؤال اللي يطرح الآن، من الذي سيعيد للعراقيين حقوقهم إن كانت الحكومة عاجزة أو لا تريد إعادة الحقوق إلى أصحابها، إن كانت ربما متواطئة مع القتلة والمجرمين مع الميليشيات وحملة السلاح؟ وبالتالي يبقى السؤال هو من الذي سيوفر الأمن للعراقيين إن كانت السلطة بأجهزتها الأمنية عاجزة عن إيقاف وردع كل من يحمل السلاح من فرق موت واغتيالات وتصفيات وأحزاب وعشائر وغيرها؟ مشاهدينا، هناك جزء آخر لاستطلاع الرأي الذي أجريناه، دعونا نستمع إلى آراء مواطنين آخرين بشأن نفس القضية التي طرحناها ولا نزال في حلقتنا لهذا الأسبوع، ثم نعود. وهذا الموضوع هذا خلي أحكي لك بصراحة، هذا بدوافع سياسية لدول جوار ولأحزاب متنفذة ولمجاميع وميليشيات بالداخل والخارج، يعني عندهم ارتباطات، فهذا الموضوع يعني مو جديد ولا غريب علينا، بس ما نقدر احنا نعرف الأسباب ونعرف انه الجهات ونعرف، لكن ما تقدر تشخص، فأكو منافع حزبية من هذا الغرض. الوضع بحاجة الى يعني خلينا نقول تدقيق واكثر امنا، يعني لكن بحاجة يعني مو آمن ولا مو آمن. هي حرية الرأي والتعبير اللي نشوفها انه ممكن على التواصل الاجتماعي أو على رأي شخصي، لكن بحدود يعني مو مطلقة، فبيها قيود يعني مو مطلقة. أكيد أكو كاميرات مراقبة، أكيد أكو مكان اتصال آخر اتصال أو آخر تواجد، ممكن يعني توصل القوات الأمنية إذا تدقق وتحقق بصورة صحيحة،
لكن ما نقدر غير نقول الله يرحمه وإن شاء الله دمه ما يضيع. حقيقة يعني هذا نوع من الإرهاب اللي يشوف الشعب العراقي بالاغتيالات، يعني ليس الفنانين والمخرجين أو المطربين أو الشخصيات أو بالمظاهرات أو يعني الأجهزة الأمنية يجب أن توقف هذه العمليات. هذه العمليات يعني لا تخل في أمن العراق وأمن البلد. اليوم إحنا كأبناء الشعب العراقي لازم المسؤول أن يستقطب الشعب العراقي، أنه مو كل ترضى عليه، لازم نشوف السلبيات نوصلها بالإعلام من خلال الإعلام السلطة الرابعة، إن كان ممثل فيوصلها بالتمثيل، وإن كان مطرب يوصلها في أغنية، وإن كان إعلامي مثل حضرتكم يوصلها عن طريق الإعلام باللقاءات مع الناس، مع يعني مجموعة العالم والناس ورأي المواطن. يعني ليش المسؤول أو الأحزاب أو الجهات المعنية تنبغض من كلام أي مخرج أو أي ممثلة أو أي فنان أو أي مواطن عراقي لا يمسها؟ هاي لازم أولاً الحرية، هاي حرية التعبير موجودة بكل العالم ليس في العراق. اثنين المخرج شخصية حلوة وطنية. يعني هذه السلبيات مو في الضرر يعني على المجتمع الأخوة، المسؤول يؤدي دوره الحقيقي ويكون تاج على رأس الشعب العراقي من يشوف اليوم ينتجها. أما لا هو يبوب ويسلب وينهب، اتياد العالم راح تجي، مليون واحد مثل لؤي فاضل راح يخرج، يعني ما راح يتوقف هذا العطاء، هذا العطاء ما راح يوقف. لؤي فاضل ولا فلان ولا فلان ولا أحمد ولا محمود، العراق عطاء بالمخرجين وبالفنانين، بس احنا نقول لهم هذول شهداء عند الله سبحانه وتعالى وحقهم ما يروح. يعني الانسان لازم ان يفهم القصد، انه سوف نقف بين يدين الله، غدا سنحاسب بين يدين الله، القاتل والمقتول يحاسب. الله يقول له لماذا قتلت هذا، فهو يجاوب هناك يقول له دزوني فلان علان خلي خلص روحه، يوم لا ينفع لا مال ولا بنن. حكم ان الملك القدوس الله ما عنده لعبه. اولا احنا بلد الوضع الامني مختل طبعا، لا تنسى احنا حق التجارب لمخابرات العالم كله، ولا نضحك على انفسنا، كل الدول قاعده تشتغل بالعراق، اي واحد يحكي سلبيات على اي دوله يتصفه، هاي حقيقه، هاي معلنه. يعني الاعلام مستهدف، المخرجين مستهدف، الطيارين مستهدفين، الاطباء مستهدفين، الفنانين مستهدفين، المتظاهرين مستهدفين، لان هاي كل الكوادر العراقيه الموجوده مستهدفه. انت قول لي ليش وقفوا التفجيرات هسه؟ ليش وقفوا؟ لان باقوا العراق الصافوا على بوقت العراق فماكو تفجيرات. من يختلفون بوق العراق ست تفجيرات تصير موت جماعي، بدل مو اغتيالات ست تفجيرات موت جماعي. والله اليوم الشعب العراقي والوسط الفني كله حزنان على حالة مقتل المخرج لؤي فاضل. لؤي فاضل الشهيد يعني كان معروف بأعماله الفنية الحلوة، كان معروف بنشاطه بمثابرته، يعني وحرصه على أعماله، حرصه على أن يقدم شيء مفيد للشعب العراقي. يعني حالة غامضة أنه يختطف ولمدة يومين، بعدين يلقوه على ضفاف النهر مشمور ومقتول، يعني حادثة غامضة. ولحد يعني ونطالب احنا بكشف يعني الملابسات الأصلية لهذه الحادثة. والله العراق آمن ومو آمن، العراق آمن بشعبه، يعني الشعب العراقي شعب يحب الأمان، شعب يحب السلام، شعب يحب لا واحد يؤذيه ولا يحب يؤذي أحد. والله هاي الوعود خلي ينقعوه ويشربون مياه، لأن ماكو مال يحصرون السلاح فقط بيد الدولة، وأنه يأخذون من هاي الميليشيات وهاي الفصائل المسلحة الموجودة عندنا، هاي شغلة مستحيلة يحلمون بها. الفرق اللي قاعد تقول عنها هاي الفرق مجندة من قبل دول، يعني جابوها للعراق لمصالحهم الشخصية حتى يفرضون الرعب، يفرضون الخطر على الشعب العراقي مصالحهم الشخصية، وعلى مود يبقون كم شخصية سياسية بالحكم حتى ما يخلوها تطلع من الحكم هذا. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى آراء مواطنين عراقيين بشأن قضية موت أو وفاة لؤي فاضل، وهذه الظروف الغامضة التي أدت إلى وفاته بعد اختفائه لمدة 6 أيام كما قلنا. وأيضا تطرق المتحدثون إلى قضية غياب الأمن عن العراق، وكذلك عن انتشار الميليشيات، ومن الذي يقف خلف هذه الفوضى الأمنية التي يعيشها المواطن العراقي. نستمع إلى رأي السيد شاكر من السويد، تفضل يا شاكر حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أخي أنا بالنسبة لي ما راح ألمع الصورة أكثر مما هي سودائية ومظلمة جدا. نعم. أنا أقول يعني مختصر مفيد أنه لا دولة بعد 2003 بدليل
انه دولة داخل الدولة كل بلدان الدنيا ما تفيق. عندك هاي مثلا لبنان ونقلوا الصورة اللبنانية للعراق، يعني لبننت العراق وعقنت لبنان، يعني تبادلوا التجربة والفاعل واحد، المدرب يعرف شلون ينزل اللواعب للساحة. هذا ولا إيران من صنعوا جيش داخل الجيش، يعني شنو؟ يعني زرعوا ميليشيا داخل الجيش وخلوا الميليشيا هي تتحكم بقادة الجيش اللي من كبار الشخصيات اللي احنا كنا نعرفهم بالحرب العراقية الإيرانية. خلوا الميليشيا هي تقود الجيش، ليش؟ لأنه هذا الناس اللي قاعد تقود البلد ما لهم أي قاعدة باستثناء يمكن نوعا ما التيار الصدري إلى قاعدة بالعراق. هاي الأحزاب صدقني صديقي وجودها بوجود الميليشيات. إذن بمعنى آخر لولا وجود الميليشيات لما تقوم قائمة لهذه الدولة. تمام، يعني هذا الكلام سليم لغاية الآن. أنا بس عندي تساؤلات تطرح من الشارع اليوم وتوجه إلى هذه الطبقة السياسية الحاكمة، أنه أنتوا يعني صادقتوا على دستور ووقعتوا كلكم ودتحموه بكل قوة هذا الدستور اللي يكفل حرية الرأي وحرية التعبير. اليوم ليش عندنا بالعراق هناك تكميم أفواه؟ ليش عندنا هناك قتل لمجرد بأنه شخص اعترض بكلمة على حالة سلبية أو انتقد شخص موجود ضمن العملية السياسية لم يلبي طموحات الشعب العراقي، يتبوأ منصب برلماني أو منصب وزاري ولم يقم بخدمة الناس وبالتالي تعرض إلى انتقاد؟ ليش اليوم كل من ينتقد يتعرض إلى التهديد أو يتعرض إلى الخطف أو التصفية الجسدية؟ ونشوف نهاية هذه الحوادث عبارة عن جثث تملأ شوارع بغداد أو في محافظات عراقية أخرى. أخويا المخرج لؤي فاضل الله يرحمه لا الأول ولا الأخير، لأنه قبل هشام الهاشمي وقبل آلاف الأصوات كتمت بالكاتم. فلؤي الهاشمي أو شاكر الأمير أو أي شخص يعني يختلف معاهم بالرأي صدقني يتطفى. هي هذه دور الميليشيات. الميليشيات لا تبني دولة، الميليشيات تكون أناس جابوها من برا انه تبني لهم امبراطوريات وهم حتى شنو حتى يعيشون من اجل اسعاد الغير. والا انت شنو تفسر انه اني اقوي ميليشيا على الجيش؟ يعني شلون باي تاريخ صايره انه ميليشيا هي تقود الجيش والميليشيا ارقامها مفتوحه؟ هاي ابواب الفساد. احنا للاسف محمد الشياع السوداني قال راح اعمل اصلاحات، بس اي اصلاح ما بين لحد الان. أريد أسألك سيد شاكر على الميليشيات، تطرقت إلى الميليشيات الآن في العراق، نسأل بأنه هذه الميليشيات اللي ترفع شعار أنه لولانا لسقط العراق بيد الإرهاب بيد داعش، لولا تضحيات الحشد وجماعته للعراق استبيح. طيب أنتوا تقولون بأنه إحنا قدرنا نقضي على الإرهاب ونحمي العراق من الإرهاب، أجستوا عن حماية العراقيين في باقي المحافظات الوسطى والجنوبية من إرهاب من يحملون السلاح من العشائر وفرق الموت؟ هاي إذا استثنيناكم إحنا من هذه الحسابات. أجستوا عن حماية أعراض العراقيين وممتلكاتهم؟ أجستوا عن حماية الروح العراقية من التصفية على يد فرق الموت والاغتيالات؟ إذا أنتوا حماة الوطن مثل ما تقولون، وينكم عن حماية باقي المحافظات العراقية اللي تعيش في حالة من الذعر وتتسلط عليها جهات لا تقل عن إرهاب داعش بأي شيء؟ هذه أكذوبة صديقي، هذه أكذوبة أخرى. وجدت الميليشيات لأجل تأسيس دولة داخل الدولة وتكون قوة الميليشيات أقوى من الجيش ويكون القرار السيادي بيد الميليشيات وتكون هذه الميليشيات تابعة للأحزاب التي تقود البلاد والتي تأتمر بأمر إيران. نقطة رأس الصدر. المشكلة أنه إحنا دخلنا العقيدة الحزبية بالعقيدة الدينية، أنه يجيك شخص من العراق عايش بالعراق متربي بالعراق مترأرع من العراق شارب من دجلة والفرات وهويته تقرأ سخط إيران وياخذ الفتوى من إيران ويضرب أبناء العراق داخل العراق بفتوى إيرانية، دخلوا الدين بالسياسة فحلوا المجتمع من الداخل. هؤلاء يعني شلون الأرض
تاكل الخشب، هذول بداوا ينخرون حتى بمكونات. طيب الى متى الى متى الى متى يبقى الى متى يبقى المواطن العراقي يعيش بهذه الحاله من الفوضى الامنيه، يعيش بهذا الخوف، عايش بخوف ليل نهار، يتلفت ما يقدر يحكي حرف بشكل علني، خوفا من التصفيه، خوفا من الاختطاف، خوفا من قضايا كثيره ممكن يتعرض لها اذا اليوم بالعراق انتقد واقع او عبر عن رايه. الى متى؟ والله يا اخي انا بالنسبه لي اشوف يعني مقيم بالسويد وعندي قناه وعندي برنامج سياسي كل يوم ثابت مسامير تحت مطرقة الأمير، أتمنى من قناتكم تطلع على بعض الصفحات اللي قدمتها والشغلات اللي حكيت فيها. طيب. تصور التهديد إجاني إلى السويد أنه أنت شلون تحكي على الذيول اللي قاعد تحكم الآن على هؤلاء الميليشيات، أنا بالسويد وما آمن، الله يساعدكم. فأني أقول أنه الشغلة يعني مركبة معقدة تعقيد مو طبيعي بالعراق، لأنه المرجع ساكت بقرار إيراني، أنت لازم تسكت ولازم تغطي، و20% أنه يعبثون بالعراق و80% ساكتين وحيدوا التيار الصدري حتى تثنى لهم الوسادة ويقودون العراق بما تهوى إيران. وطبعا يعني هم حتى لن نبرأ ساحة التيار الصدري أو مقتدى الصدر من الانتهاكات اللي حصلت سابقا. لا بس 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 نقطة بس نقطة اسمح لي، لأن هو جزء من هذه العملية السياسية، بل هو أيضا زعيم لميليشيا تحمل السلاح وقتلت العراقيين على الهوية، ويعني لا يخلو تاريخه من الدماء، فهو أيضا جزء. لكن أنت تقصد بأنه ما حدث مؤخرا بشأن العملية السياسية هو تركها بإيده برضاته، هو اللي ترك لهم الساحة مفتوحة بعد ما كان مسيطر، فأيضا هو يتحمل مسؤولية يعني تسلط هؤلاء بشكل أقوى من السابق على الحكم وعلى العراقيين، هو أيضا جزء من هذه العملية السياسية. نعم صديقي، أنا قلتها في أحدى الحلقات اللي أقدمها من خلال قناتي الخاصة، قلت خروج التيار الصدري هو زاد الطين بلة، وهو ليس تكتيك وإنما هي كارثة على العراقيين، لأنه كانوا الميليشيات اللي تتمتع 30% أصبحت الآن نفوذها 90%، فهذه مشكلة ولازم على التيار الصدري يعيد حساباته. لكن إحنا كل الشعب العراقي كنداء للشعب العراقي، يا شعبنا بالعراق، أنتم شنو ناطرين من هيك بلد؟ شو يصير بي بعد؟ الفاقة، الجوع، التخلف، الميليشيات، القتل، الإرهاب، الزنا، المحارم، المخدرات، شنو بعد أزيد من هيك؟ وشنو ناطرين؟ راح هسه يقولوا لي ناطرين فتوى، والله 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 لن يفتئ السيد السيستاني وإلي قصيدة عذرا علي مريت حاكم جعفري قبل 7 سنين اتطرقت إلى هذا الموضوع. طيب. ولا يوم يظهر الإمام الموعود ما راح يطي فتوى بإزالة الميليشيات ولا بإزالة الأحزاب. شكرا سيد شاكر من السويد، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. هكذا المشاهدين الكرام، إذن يرى العراقيون هذه هي آراؤهم بشأن الوضع الأمني في العراق، هكذا يرون بأنه لن يتغير شيء في ظل هذه الطبقة السياسية الحاكمة، مهما كان الشخص الذي يصرح ويعد العراقيين بحياة مستقرة، بأمن مستتب، بحياة تخلو من الميليشيات، من فرق الموت، من الاغتيالات، من الخطف، من القتل على الهوية، مهما كانت الوعود ستبقى هذه الميليشيات وفرق الموت تنتشر وتحمل السلاح وتقتل وتخطف، لأنها أقوى من الدولة، الدولة التي سمحت لهذه الميليشيات تتسلط عليها، وهي التي دعمتها وهي التي غذتها بالمال والسلاح لتصبح قوة مضاهية للدولة أو أقوى حتى من الدولة، وبالتالي لن يتغير شيء مهما وعد أو مهما كان الشخص الذي يعد بهذه الوعود. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.